عودة إليكم مشاهدينا الكرام في محورنا لهذا اليوم. أكدت الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر جنيف، وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من مبعوثه لليمن ولد الشيخ تأجيل مباحثات السلام التي كانت مقررة غدا الخميس. يؤكد مراقبون أن هذا التأجيل بمثابة ترحيل للسلام لإعطاء أطراف الحرب فرصة إضافية لتقرير التحكم بالأرض. وتؤكد الوقائع الميدانية أن المقاومة الشعبية فرضت وجودها على حساب السياسة في كل من الضالع وشبوة ومأرب، ودخلت محافظة إب على خط المقاومة بتشكيل مجلس عسكري لقيادتها. مشاهدينا الكرام، سيكون معي في هذا المحور الأستاذ الباحث السياسي نبيل البوكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. سنبدأ في محاورنا ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، تقرير ونعود إليكم. الأمم المتحدة تؤجل الحوار اليمني في جنيف إلى أجل غير مسمى. غياب مؤشرات الحلول السياسية وترحيل المباحثات يؤكد أن حوار البنادق هو الصوت المسموع الآن، وأن السياسة تنزاح لصالح الأرض. فرصة تمنح المقاومة الوقت لتنظيم صفوفها وتوحيد قدراتها، خصوصا بعد إحكامها السيطرة على الضالع بسقوط معسكر السوداء آخر المعاقل العسكرية التابع لميليشيا الحوثيين وصالح. على جبهة مأرب تتطور المواجهات لصالح المقاومة بعد تشكيل أول قيادة عسكرية بقيادة المقدشي. جمع من مشائخ وقبائل إب اتفقوا على تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لتوحيد جهود أبناء المحافظة لمقاومة ميليشيات الحوثي وصالح. اتفق جمع من مشائخ قبائل محافظة إب على تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لترتيب الجهود وتوظيف طاقات أبناء المحافظة لمقاومة ميليشيات الحوثي وصالح. تتعالى الدعاوى لتوحيد جبهات المقاومة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا، ويقول مراقبون إن المجالس العسكرية في المحافظات تحمل في طياتها بوادر تشكيل قيادة موحدة للمقاومة المناط بها تحرير المدن اليمنية من سطوة الميليشيا، لتكون مستقبلا نواة جيش وطني. ومع دخول الصراع في اليمن شهره الثالث، تظل الخيارات مفتوحة بين الميليشيا والمقاومة في جولة صراع جديدة على الأرض. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد وأجدد ترحيبي بضيفي هنا الأستاذ نبيل البوكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. اليوم تم تأكيد تأجيل مؤتمر جنيف إلى أجل غير مسمى، ما دلالة هذا التأجيل برأيك؟ دلالة هذا التأجيل هو الفشل الذريع في أداء الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني، بالنظر إلى كم القرارات الهائلة التي صدرت تجاه اليمن ولم يطبق منها قرارا واحد، وبالأخص والأهم القرار الأخير 22/16، وهو القرار الجوهري الذي كان يفترض به أن يكون يندرج تحت ما يسمى بالفصل السابع الذي يلزم الأطراف المعرقلة بأن تنفذ هذا القرار، وإن لم فإن صوت العقوبة الأممية هي البديل عن عدم التنفيذ، وبالتالي لم ينفذ هذا القرار، وهو ما دفع هذه الميليشيات لتمادي في عمليتها العسكرية التي أسقطت بموجبها النظام، واستمرت في قتل واستهداف المدنيين وضرب المدن الآهلة بالسكان، وأيضا يعني إرغام الناس أن يعيشوا ظروفا قهرية قاسية ينعدم فيها كل مبررات ووسائل الحياة حتى هذه اللحظة منذ أكثر من شهرين متواصلين. نحن أمام كارثة في اليمن، وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة حينما لجأت إلى تأجيل مسألة مؤتمر جنيف الذي كانت تحدثت عنه من قبل بإصرار وبحماس منقطع النظير، هو دليل فشل الجهود الأممية في احتواء الأزمة في اليمن وإيقاف الحرب، وأيضا هذا نتيجة طبيعية وضرورية لمبررات أو لكواليس الفشل السابق الذي تمثل بفشل جمال بن عمر المبعوث السابق، وأيضا نتمنى ألا يتكرر هذا الفشل مع المبعوث الجديد الذي سار على نهج بن عمر، وخاصة في تأكيده في مسألة دعوة الأطراف اليمنية للحوار دون تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر منذ أسبوعين بخصوص انسحاب الميليشيات من المدن
وإعادة سلاح الدولة والانسحاب من كل مؤسسات الدولة. أيضا اليوم الرئيس عبد الرب عقد في الرياض مساء اليوم أول اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، يعني يقال أنه من المتوقع أن يتم مناقشة مستجدات طبعا الأوضاع في اليمن وكذلك المواجهات المسلحة. برأيك ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ خروج هادي من اليمن؟ أنا أعتقد هذا الاجتماع هو لا يخرج عن إطار القرارات التي اتخذها أو التوصيات الإلزامية لمؤتمر الرياض، الذي كان من ضمنها هو تشكيل جيش مقاومة وطنية وجيش وطنية ونواة لجيش وطني يتصدر لاستعادة الدولة واستعادة سيادة النظام والقانون في البلاد ومواجهة الانقلابيين الذين سطوا على مؤسسات الدولة واستحوذوا على كل مقدراتها وتسخيرها في ضرب المواطنين والمدنيين. وبالتالي هذا الاجتماع أنا أعتقد أنه يصب في هذا الاتجاه باعتبار أن الخطوات الفعلية لعاصفة الحزم أوشكت على الانتهاء فيما يتعلق بجردة الأهداف الأولية لها المتمثلة بالضربات الجوية. الآن أعتقد أنه حان وقت مسألة الحرب البرية التي سيستعاد بموجبها السيادة على عديد من المناطق وخاصة المناطق التي تضررت كثيرا من جراء الحرب في عدن وفي تعز وفي الضالع. أنا أعتقد أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن المرحلة ستكون حاسمة في هذا التوقيت بالذات، فقط نتمنى أن يكون المسار السياسي أكثر سرعة وأكثر حركة مما هو عليه الموضوع الأمور في الأرض من قبل المقاومة، حيث نرى دائما برأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون ميدان المقاومة فارضا لشروطه على القيادة السياسية؟ أنا أعتقد هذا طبيعي في إطار أن القرار النهائي هو لمن يتحكم على الأرض ومن يقدم ويضحي، وبالتالي أعتقد القيادة السياسية فقط هي بمثابة الجناح السياسي للحكومة أو للمقاومة على الأرض، باعتبار أن المقاومين هم الجهاز التنفيذي العسكري والأمني للجناح السياسي أو للحامل السياسي المتمثل بالحكومة الشرعية في الرياض. طيب العرض العسكري الذي حدث في مأرب، أيضا إحكام المقاومة سيطرتها على الضالع، نشوء مجلس عسكري أيضا في إب، الضالع لم تعد أيضا في مربع الدفاع وإنما باتت انتقلت إلى الهجوم، ما دلالة كل ذلك برأيك؟ أنا اعتقادي أنه خلال هذه المرحلة شهدت تطورات كبيرة ونوعية فيما يتعلق بالمقاومة، هو دليل واضح على تراجع الميليشيات وعلى انهزامها وعلى انهيارها الكبير الذي تمثل بهزيمتهم الكبيرة في محافظة الضالع، فضلنا عن تراجعهم أيضا في تعز. الآن هم في صدد فقط استهداف المدنيين حينما عجزوا عن اقتحام المدينة وعن مواجهة المقاومة، بالتالي هذا دليل فشل وعجز وتراجع من قبل هذه القوات. وأعتقد بالتالي أنه أصبح اليوم الكلام أو يعني المسيطر على الأرض هي المقاومة، وهي صاحبة المبادرة ومن بيدها زمام الأمور في هذه المرحلة، وبالتالي أعتقد أنه نحن الآن سنشهد تحولات كبيرة، فقط ما نتمناه أن يكون هناك تحول سياسي أو إسراع في عجلة الحركة السياسية بحيث يتواكب ويتوافق مع المتغيرات الموجودة على الأرض. أستاذ نبيل، يعني هل يمكن أن نبني على هذه المجالس الموجودة في أكثر من محافظة لتكوين قيادة للمقاومة في بقية يعني في المحافظات بشكل أجمع، قيادة موحدة؟ أنا أعتقد أنه هذه المجالس التي تنشأ هي تنشأ نتيجة الفراغ الموجود، هناك فراغ ممثل بعدم وجود قيادة عسكرية موحدة، عدم وجود قيادات عسكرية أيضا في هذه المناطق باستثناءات بسيطة كما كان في حالة اللواء 35 في تعز، وأيضا هذا اللواء فقط كان القيادة هي التي في صف الشرعية، فيما أعداد كبيرة جدا من ألوية هذا المعسكر كانت تتبع المخلوع صالح. لكن أنا أعتقد الآن في إب أيضا هناك فرق قيادي كبير فيما يتعلق بمسألة الجيش المنضم للشرعية. الآن كان من الطبيعي أن تنشأ مثل هذه المجالس لسد هذا الفراغ، وحتى أيضا أنا أعتقد أنه هذا نتيجة طبيعية لحالة عدم إسراع الحكومة في تنفيذ المخرجات مؤتمر الرياض فيما يتعلق بتشكيل لماذا تأخرت برأيك حتى الآن؟ أنا أعتقد حتى على مستوى يعني مساعدة المقاومة التي تحدثوا عنها في أكثر من نقطة. أنا أعتقد الحكومة هي، لا أريد أن أقول هذه الكلمة، أنا دائما أكررها، أن الحكومة
لا أدري لماذا هي الآن جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. أنا لا أدري لماذا، بالنظر إلى أن نتائجها على الأرض بطيئة جدا إن لم تكن منعدمة. الأزمة الإنسانية تفاقمت، القيادة ليس هناك قيادة للجيش، ليس هناك أيضا إمدادات للمقاومين على الأرض، هناك كوارث تتم على الأرض بمعزل عن وجود يد سياسية قادرة على التعاطي مع الأمر مع المجتمع الدولي والمحلي والإقليمي بالدفع باتجاه تخليق أو تحسين شروط الحالة المقاومة وتحسين شروط استعادة النظام والقانون والدولة من خلال الأداء السياسي يتناغم مع كل الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية. لكن هناك لا زال فجوة كبيرة في عمل وأداء الحكومة، نتمنى أن نتجاوزها بأسرع. حتى على مستوى تشكيل جيش وطني، يعني كان كثير من الناس يتوقع أن تكون هذه المجالس العسكرية هي النواة الأولى لمثل هذا الجيش. صحيح، يعني كان يفترض الآن أنه قطعنا شوط يعني كبير في هذا الجانب، لكن للأسف أنه كان الحديث عن تشكيل قيادة عسكرية في بداية اجتياح عدن، إلى الآن لم يتم أي شيء منها باستثناءات بسيطة، هو ظهور المقدشي كقائد للجيش، لكن دون وجود، ربما أنا من خلال المعلومات التي تصلني، دون وجود حركة حقيقية على الأرض. كل ما هنالك هي الألوية أو الكتائب التي أعلنت انضمامها للشرعية، غير ذلك لا يوجد جديد، مع أنه هناك مطالبات كبيرة تصلني يوميا من عدن وتعز ومن عديد من المناطق، أنه هناك أفراد بالمئات وبالآلاف ربما يبحثون عن من يضمهم إلى صف المقاومة، يبحثون عن السلاح ويبحثون عن الانضمام إلى جيش وطني، لكن للأسف لا يوجد لمثل هذه الجهات التي يمكن التواصل معها، يمكن أن تنظم مثل ما هذا الأمر، وهذا متروك بالأخير أو بمعنى أنها مسؤولية وطنية وأخلاقية وسياسية اليوم تترتب على الحكومة التي قصرت في هذا الجانب كثيرا. طيب أستاذ نبيل، اسمح لنا أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الكاتب والصحفي رشاد الشرعبي. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء الخير عليك أختي ثياب والأخ العزيز نبيل البكيري. مرحبا بك أستاذ رشاد. برأيك ما هي الأدوات الداخلية التي ما زالت بيد تحالف صالح والحوثي لصد التقدم للمقاومة؟ بالتأكيد أن السلاح الذي لا زال مخبأ، وأيضا القوة العسكرية كالبشرية لا زالت موجودة، والتواطؤ أيضا إن لم يكن المشاركة من قبل كثيرين من المسؤولين والمشايخ وقيادات في المؤتمر الشعبي العام، لا زالوا هم اليوم يخبئون هذه الأسلحة ويحتضنون هذه الميليشيات في كل مكان، وهم الذين يسهلون تحركاتها. على سبيل المثال في تعز، نائب المحافظ هو من سهل لها الوصول إلى جبل صبر، هو الآن من يأوي العشرات منها حتى في منزله، ولذلك أمثال هؤلاء هم الذين لا زالوا يديرون العملية نيابة عن صالح والحوثي، ولا زال صالح والحوثي لديهم إدارة وقيادة للسيطرة والتواصل مع جامعهم وميليشياتهم في كل المحافظات ويديرونها وتواصل معها. على العكس الطرف الآخر لا زال مشتتا، حتى في إطار المحافظة الواحدة هناك قيادات متعددة، هناك حتى المحافظات التي وجدت فيها مجالس للمقاومة ومجالس عسكرية، لكنها لا زالت كل واحد يعمل في وادي وآخر في وادي آخر، ولذلك هذا سببه أنا أعتقد ضعف القيادة للسلطة الشرعية في الرياض، وأيضا عدم تفويضها لقيادة ميدانية مرتبطة بها ومتواصلة معها في الميدان وفي المحافظات، وتكون لها رابط واحد وقيادة واحدة عملياتية، وأيضا لإدارة عمليات المساعدات والتواصل والتنسيق والترتيب لكل الأمور سواء العسكرية والأمنية أو الإغاثية. طيب. توفير الخدمات واحتياجات الناس المعدومة تماما. أستاذ رشاد، يعني حدثتنا عن الأدوات الداخلية لصالح والحوثي، برأيك إذن ما هي أدواتهم الخارجية أيضا؟
بالتأكيد أن لهم أدوات ما هو ظاهر حتى الآن، حتى ليست إيران وحدها وليست روسيا أيضا الحليفة لإيران وحزب الله والنظام السوري، لكن حتى الأمم المتحدة التي يفترض بها أن تكون محايدة وغير منحازة لطرف، لكنها تبدو في مشكلة اليمن أنها منحازة لطرف، هي تتحدث عن حوارات بدون أي شروط مسبقة، فيما أن الحوارات التي رأتها سابقا وقرارات مجلس الامن الطرف الاخر يرفض تنفيذ اي منها، وفي ذات الوقت تتحدث بل ان الطرف الذي تدافع عنه الامم المتحده هو لا يعترف بها ولا يعترف بقراراتها، وذلك في قرارات في بيانات رسميه صادره عن هذا الطرف وهي من الميليشيا الحوثي يؤكد انه لا يعترف بالامم المتحده ولا قراراتها، وفي ذات الوقت هي تعمل لما فيه مصلحه هذه الجماعه وشرعنه اعمالها وممارساتها الانقلابيه وجرائمها واعتداءاتها على ابناء الشعب اليمني والمحافظات والمدن. اذا شكرا لك رشاد الشرعبي الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عود اليك استاذ نبيل، السيره المعروفه لصالح انه لن يهنأ له بال في ظل نجاح اي تقدم للمقاومه، خاصة ما نجده الآن في الضالع، باعتقادك هل ما زالت الفرصة مواتية له؟ لا أعتقد أن الفرصة مواتية له. علي عبد الله صالح أصبح ورقة من أوراق الماضي، وهو كل ما يبحث عنه الآن هو كيف ينفذ بجلده. هذه حقيقة لم تعد تحليلا، الأمر أصبح خارج إطار سيطرته، ضربت كل ما لديه من إمكانيات ومقدرات. هو الآن أدواته الوحيدة الآن هي تلك المجاميع التي تليه أو تواليه، وأصبح مصيرهم مرتبط اليوم كيف يخرجوا من هذا المأزق من خلال استماتة في الحرب إلى ما لا نهاية. لكن أعتقد أن بدأت هذه من خلال الأحداث التي حصلت اليومين الأخير الماضيين، أنه هناك استهداف مباشر للقيادات التي تولي علي عبد الله صالح، ما أدى إلى تراجع، ولا شك أنه سيؤدي إلى تراجع كبير في المتعاطفين مع أو المنضمين إلى حلفه وصفيه. أعتقد أنه علي عبد الله صالح أصبح وحيدا، هذه الوحدة تمثلت أيضا بحالة الشتات الذي تعيشه هذه الميليشيات، حيث يعني هناك تقارير تردنا من محافظات أنه حتى على مستوى جثة القتلى التي تسقط من هذه الميليشيات لا يتم دفنها أو صحيح. يعني هناك ولا حتى الاعتراف بأعداد ولا الاعتراف بأعداد، وهذا دليل على أنهم فقدوا السيطرة ولم يعد هناك غرف عمليات ممكن أن تدير المعركة، كل ما هنالك هي نوع من الانتحارات الجماعية لمثل هذه المجاميع. إذن أستاذ نبيل دعنا نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن جبهة المقاومة في الجوف الذي فتحت مؤخرا. مشاهدينا الكرام، تقرير قصير ونعود إليكم. الجوف، القناة التي لم تلن لسلطة الحوثيين المحمولة على السلاح، معركة أجلها الحوثيون كثيرا بعد خيبات متكررة أمام رجال الجوف وقبائلها. اليوم تخوض الجوف معاركها على مشارف صعبة معقل زعيم الحوثيين، وكل المعلومات تجينا أنهم هربوا وولوا الأدبار مجموعات كبيرة، أن فرق تجزع عليهم على 40 و60 و80 فرقة واحدة، كلهم ولين الأدبار، فباقي معكم أعداد بسيطة جدا في هذه المنطقة، وإن شاء الله نتحرر في الساعات القريبة. انسحب الحوثيون من مناطق المواجهات أمام التحالف القبلي الذي واجههم، وكما يبدو أن هذا التحالف عازم على المضي أبعد من الحدود الجغرافية للجوف. اليوم الشعبية مستعدين لصف الحوثي، ولكل الانقلابيين من علي عبد الله صالح وشلته مستعدين نحرر إن شاء الله البلاد ونعيد الشرعية. فالهدف صعد إذن، مواجهات عنيفة حول موقع الأجاشر، النقطة الفاصلة بين اليتمة والبقع، السيطرة عليها هي الطريق الأول إلى صعدة. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، يعني برأيك لما تأخرت الجوف في فتح هذه الجبهة، خاصة وأنها تعد سد منيع من الجهة الأخرى لصعدة؟ أنا باعتقادي الجوف قدمت الكثير من التضحيات طوال الفترة الماضية، وهي المحافظة والمنطقة الوحيدة التي صمدت في وجه الحوثي وقاتلت قتال الأبطال ودفعت عن ما تبقى من مسمى دولة في هذه المنطقة، واستطاعت أن تكبد الحوثي خسائر كبيرة حتى لدرجة أنها
أنه عجز عن اقتحام المحافظة، مما أدى به إلى أن ينسحب ويعود إلى صنعاء حيث الخيانات الكبيرة التي واجهها وفتحت له أبواب صنعاء مشرعة. أنا أعتقد أنه ليس تأخرا في الجوف بقدر ما هي إعادة ترتيب لصفوف المقاومة هناك، وأيضا تأخر القرار السياسي. أنا دائما أؤكد أن القرار السياسي دائما متأخر كثيرا فيما يتعلق بالمقاومة، ربما أنه حتى يأتي بعد فوات الأوان. لا أعتقد أنه قد فات الأوامر الآن، لا، أنا أعتقد لا زال الوقت مواتيا لعمل المقاومة هناك، وأنه المعارك ليست هي مسألة زمنية بقدر ما هي حروب كر وفر ويوم لك ويوم عليك، ولكن أعتقد أنه في هذه المرحلة نتيجة الانهيارات الكبيرة في عديد من الجبهات للميليشيات الحوثي بات الأمر مواتيا كثيرا أمام أبطال وقبائل الجوف والقوى الشرعية التي تساندهم أن أعتقد إسقاط صعدة لم يعد بذلك الصعوبة بمكان، أصبح هدف استراتيجي وأصبح من السهولة بمكان أن تسقط الجوف صعدة نتيجة للانهيارات الكبيرة التي وتشتت هذه الميليشيات في أكثر من جبهة، وبالتالي أعتقد أنه لكن مع ذلك أستاذ نبيل، يعني رغم تشتتها في أكثر مكان إلا أنها ما زالت قادرة على فتح جبهة جديدة، الحرب على الحدود، المحافظات التي تستحدث فيها مواجهتها. أنا أعتقد أنه الحديث عن حرب الحدود هي نوع من البروبوغندا الإعلامية التي ليس لها حقيقة على الأرض، يعني هو فقط مكتب الإعلام الفيسبوكي لجماعة الحوثي اللي تحدث عن معارك في الحدود، لأنه في الحدود لا يمكن لهم أن يفتحوا جبهة لأن هناك قوات تضاربة تنتظرهم، وليس من مصلحتهم أن يفتحوا حروب. كل ارتداداتهم العسكرية هي ضد المدنيين في تعز وعدان، باعتبار أنه هي مناطق مدنية لا يوجد فيها من يقف أمامهم، لكنها كانت ما كان يعني ما شهدناه من قيام هذه المحافظات وتشكيل مقاومة فيها. طيب أستاذ نبيل، يعني في أقل من دقيقة إذا سمحت لي، ما هي أهم القرارات التي يفترض بالقيادة السياسية أن تتخذها خلال هذه الفترة؟ أنا أعتقد أهم قرار هو الدعوة لما يسمى بالنفير العام أو ما يسمى بحالة طوارئ، واستدعاء كل القيادات وكل الكوادر العسكرية الموجودة والتي سرحت والتي رفضت العمل تحت سلطة الميليشيات، وأعتقد دعوة هذه القوة والعودة إلى معسكرات يتم إعدادها واختيارها في المناطق المحررة والمناطق غير خاضعة لهذه الميليشيات، ومن ثم الإعداد للمعركة الحاسمة باتجاه صنعاء وصعدة. إذن شكرا لك الباحث السياسي نبيل البوكيري، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نترقب وننتظر ما ستحمله لنا قادم الأيام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.